مشروع القطب الجامعي 4000 مقعد بولاية بومرداس المجهز بأحدث المرافق سيشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم العالي. هذا الصرح كان اليوم محل معاينة وتفقد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الذي أكد جاهزية الهياكل والتأطير البيداغوجي لاستقبال الطلبة خلال الدخول الجامعي المقبل، مبرزا بالمناسبة المكانة الاستراتيجية للجامعة بصفتها قاطرة للتنمية. 9000 مقعد بيداغوجي زايد 2000، هذا يؤشر إلى أن عدد كبير من الطلبة الجامعيين سيأتون إلى جامعة بومرداس، وبالتالي يجب أن يكونوا في أريحية. هذا التطور الكبير جدا يؤشر إلى المجهود الكبير الذي تبذله الدولة من أجل التعليم عالي مريح، من أجل تجسيد مبدأ دمقرطة التعليم،